سلام الله عليكم مشاهدينا من هنا من العاصمة العراقية بغداد. تستمر الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا. وفيما تشتد الحملات تسعى القوى المتنافسة إلى إبراز برامجها ورؤاها للمرحلة السياسية المقبلة في البلاد. ولم يتضح بعد إلى الآن إن كان خطاب التغيير لدى النخبة السياسية في البلاد يتعلق بالطقس الانتخابي أم أن البلاد الآن تذهب باتجاه تحول في الحياة السياسية. في الانتخابية العراق هذا اليوم نستضيف الأستاذ منتظر الزيدي المرشح عن تحالف سائرون والدكتور خالد السراي المرشح عن ائتلاف دولة القانون. أرحب بكما ضيفي العزيزين، أهلا بكما على شاشة الميادين. أستاذ منتظر أبدأ معك على اعتبار أول صوت من سائرون نسمعه في البرنامج في برنامجنا هذا، لنتعرف على سائرون البرنامج الانتخابي لهذا التحالف على ماذا يقوم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك. حياك الله. تحية لضيفنا، وأن يعني وددت أن تبدأ به ليس لقائمته ولأنه أبانا وأكبر منا سنا. أو نبدأ على اليمين، يعني يقول لك على اليمين. لا لو كان لأن أبو زيد على الشمال. رغم اختلاف وجهات النظر مع القوائم، ولكننا نبقى نحترم. خلينا نحكي هون، كان المعيار أننا فعلا استمعنا في الحلقات الماضية لأصوات من ائتلاف دولة القانون، وهذا أول مرة. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وحقيقة نحن بحاجة إلى هذه القنوات الفضائية، لأن سائرون هي القائمة الوحيدة التي ليس لها ذلك الدعم الإعلامي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تحالف سائرون، هو تحالف قوى وطنية وقوى سياسية متعددة المشارب ومختلفة الأفكار في بعض الرؤى، ولكننا نتفق على مفردة واحدة هي مصير وحتمية تغيير القوى السياسية في العراق. نحن كوجوه جديدة، معظمنا وجوه جديدة تعمل في هذه الحقبة السياسية القادمة، نريد أن يعود العراق لواجهة التصدي في هذه الأمة. نريد العراق أن يكون هو المحور وليس تابعا لأي محور كان. نريد من العراق أن يكون سيد قراره وأن تكون ثرواته لأبنائه، لا للأحزاب السياسية وللشخصيات العامة. نحن لدينا في برنامجنا الانتخابي هو الابتعاد عن أي صيغة طائفية كانت، وليس شعار، ولكننا موجود من ضمن نشاطنا وعملنا هنالك من كل المشارب ومن كل الطوائف والأديان. لدينا الماركسي ولدينا الإسلامي ولدينا الليبرالي ولدينا العلماني ولدينا المدني وإلى آخر من هذه التسميات. لذلك نحن نعول على صوت المواطن العراقي الذي سئم على مدى 14 العام الماضية من الأصوات ذاتها والأحزاب ذاتها التي لم تغير من مسار العملية السياسية نحو الأحسن ولو بوصلة واحدة. أستاذ منتظر، ما الذي يعني لماذا يعتبر شارة تغيير الوجوه هو إشارة التغيير؟ يعني التغيير يجب أن يكون بالوجوه أم بالمنهج؟ لا عفوا، ليس تغيير الوجوه بمعنى أنك تجلب الجيل الآخر من حزبك، الجيل الآخر من عائلتك ويكون التوريث السياسي. نحن ضد التوريث السياسي، ولذلك انطلقنا على هذه المبادئ. لا نريد تدوير الزوايا وتدوير لعبة الكراسي، أن يذهب رئيس الحزب ويأتي مكانه ابنه أو شقيقة أو من الحزب ذاته. نحن حينما نقول التغيير، نحن المرجعية الدينية حينما قالت ممثلة بالسيد علي السيستاني المجرب لا يجرب، تعني أن الوجوه القديمة الفكري وليس الشخص. نحن لسنا لدينا أي عداوة مع أي شخص لشخصه، وإنما لعمله، سياساته. نعم، سياسات والعمل. نحن نتكلم الآن، نتكلم عن سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وإلى الآن. ما شهدناه هو تراجع على كل المستويات، وعلى الأخوة في النخب السياسية التي كانت تحكم في السابق، على الأقل أن تقدم اعتذار عن عدم استطاعتها إخراج العراق من هذه المآزق التي هو فيها. الفساد، والكل يحارب الفساد، الطائفية، الكل يقول لك نحارب الطائفية، العنصرية والتهجير وإلى آخره. إذن على من تقع؟ على عاتق من؟ المواطن. طيب جميل، هذا يعني نحن تحدثنا دكتور خالد قبل ذلك عن ائتلاف دولة القانون في حلقة سابقة، لكن الملاحظ فعلا في
الحملة الدعائية لائتلاف دولة القانون هو عدم التغيير، يعني عدم اعتماد التغيير في الشعار في الألوان، حتى إذا تحدثنا عن الشكل، حتى اسم الائتلاف بقي كما هو، بينما قوى سياسية أخرى اعتمدت أو انتهجت منهج التغيير في طريقتها، حملاتها الدعائية وفي أسمائها، ونشأت تحالفات كثيرة. شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمة، وتحية لمشاهديكم الكرام والزميل وسمو خلق وأدب، أنا ممتن جدا، ولجنابك الكريم حياك الله. عملية التغيير وهدف التغيير، لما يكون عندك شعار أنت وصلت لقناعة أن هذا الشعار هو المخرج، هذا الشعار يمتلك آلية التغيير، تبقى أنت الصفحة الانتخابية أو هسه حتى البرومو أو اللوجو للكتلة موجود عندنا، لأنه حقق نتائج ويبقى بذاكرة الشعب، والدليل أنه كل المحاولات تجاه دولة القانون تجاه زعيمها السياسي ما انتجت، والآن موجود الرأي العام ممكن أي واحد يستطلع عليه. إذن هذه مو جانب مهم أساسي. التغيير لا بالتأكيد، إذا المفهوم مفهوم المنهج فهو الإصرار على إخراج العملية السياسية من هذا مستنقع المحاصصة، أو على الأقل وضع النظام البرلماني على السكة الصحيحة كما هو في أدبيات علم السياسة، أن النظام البرلماني بأغلبية برلمانية وأغلبية سياسية وبه معارضة، والاثنان يحكمون دستور واحد وتمشي العملية السياسية بهذا الشكل. وبالتالي احنا مطالبين أنه هذا الشعار، لأنه ما تنفذ بال 2014 ونعرف ما جرى ب 2014 وكيف أخرجت الحكومة، بالتالي لازلنا نجد كيف خرجت الحكومة؟ أخرجت الحكومة بإرادة خارجية، يعني عملية، لأنه أنا يعني الآن بمرحلة انتخابية. ما الذي يضمن؟ ما الذي يضمن أن لا يتكرر؟ هذا السؤال هنا المهم. يعني إحنا بالنسبة لنا برؤيانا إنه شكد هذه، طبعًا التسمية الآن بعيدة لأنه تعرف حساسية التدخلات الخارجية، لكن على الصعيد الشعبي نفهم الانتخابات العراقية وكأنها استحقاقات ما بعد النصر. يعني هذه الانتخابات إلها خصوصية تمامًا. يا أما أنجزنا فعلا إحنا نصر حقيقي، يعني نصر حقيقي اتعمد بأنهار من دماء طاهرة، دحرنا قوة مو قوة مفهوم مقاتلين، رغم أنه كل أوغاد الأرض جمعت تغيير هوية العراق بل هوية المنطقة، كان البلد يستباح وكل جيرانه وكل منطقة أمام استباحة حقيقية. الجانب المهم جدا، هل تنتج هذه الانتخابات نصر سياسي يتوافق كأي شعب آخر؟ أي تضحية عسكرية ونصر عسكري لا، فقط واقع سياسي جديد. لا زال شعار الإصرار عليه وتمسكنا به لأنه هو يثبت صحته يوم على يوم. يعني عندما أخرجت حكومة 2014، عفوا تسمح لي أقاطعك دكتور. نعم. خالد، ألا تعتقد أو أنا ألمس، وأنت حضرتك ستصحح إذا كان كلامي صحيح، ألمس نوعا من التناقض في الكلام؟ نعم. يعني تقول من جهة أن هناك تغييرات كبيرة حصلت في العراق. نعم. منذ العام 2014، منذ العام 2012 حتى يعني. نعم. لكن دعنا نقول عندما بدأت مواجهة داعش 2014. نعم. وجرت مياه كثيرة في النهر، تغيرت أشياء كثيرة، وربما هذه الانتخابات والتحالفات بنيت على هذا التغيير. وفي ذات الوقت تقول أننا لا نريد أن نغير الشعار أو حتى الاسم الائتلاف لأننا أنجزنا في تلك المرحلة. يعني ايه؟ لا زلت أنا لا أجد تناقض بهذا الجانب، لأنه قد تكون ما اتيحت لي الفرصة أنا أوضح أكثر. يلا تفضل. لا زال إخراج النظام البرلماني اللي بالعكس تبدأ بالتجربة، بالتجربة بعد ما أسقط تصويت الشعب، أسقط نسبة القائمة، أسقط حقها بترأس على الأقل بالتصويت عليها بالبرلمان، يعني القائمة الأكبر تستحق أنه يصوت على خيارها بالبرلمان، ما تم هذا كله. ازددنا إصرارنا بهاي الأربع سنوات اللي مرت أن إخراج النظام البرلماني وضع على سكة صحيحة هو لا زال هو الشعار اللي يجب التركيز عليه، وكلها كل ما هذا يكون نتاج. أنا أرد أبني الآن، كيف أبني أمام وزارة هي قطاعية تحولت بالمحاصصة قطاعية؟ أنا أرد أواجه تدخلات خارجية بالدرجة اللي المحاصصة ما خلت للدولة لا هوية اقتصادية لا هوية سياسية. طب مين مسؤول عن هذه المحاصصة؟ أحسابنا كنا أنتجناها إذا جازت بالفترة الأولى. طبعا لا تنسى أداة التغيير بالعراق أداة خارجية، كان له مشروع، ما كانت بس العراق، كان مشروع عالمي أكبر قد يشمل روسيا وقد يشمل الصين، مشروع احتلال العراق، يعني مو بس الشرق الأوسط الكبير، لكن كانت البداية العراق. الموضوع اللي رتبت
إذا قبلنا بالبداية طبعا الأمريكي معروف إن شلون رتب العملية السياسية، إذا قبلنا كبلد منهك خارج من ركام أنه يتعاون الجميع ويتوافقون للبناء، فكانت النوايا سليمة مقبولة في وقتها. نعم. قد تكون لتجربتين مقبولة حسب الظرف يعني أحسن. ايه؟ لكن أن يتحول هذه النوايا الحسنة إلى ثقافة سياسية دائمة أو نظام سياسي أحسن. مستديم بالشكل يفقد البلد هويته. نعم. بكل المجالات. يبدو أنك يعني التحالف سائرون وإتلاف دولة القانون أو حتى بما نتحدث في هذه الحلقة حضرتك والدكتور تتفقون على أنه المحاصصة أضرت بالبلاد أو أنها يجب أن تنتهي، هل فعلا باعتقادك أستاذ منتظر بأن هذه الانتخابات سوف تعلن وفاة المحاصصة إلى الأبد؟ طبعا هو نحن نتفق معهم أن مع دولة القانون مع بقية الكتل السياسية الأخرى أن المحاصصة هي وباء يضرب هذا البلد الذي تعايش سلميا ما قبل التاريخ، ولكن نختلف على أن من هو سبب المحاصصة الطائفية. الأحزاب التي كانت تحكم العراق ولا زالت تريد وتصر على الإمساك في هذا الملف. في الحقيقة هو هذا الأمر كما تفضل الدكتور أن هذه الانتخابات هي حركة مفصلية في تاريخ العراق وليست لأربع سنوات، أما يكون العراق أو لا يكون، أما يعيش في الفوضى وكما تحدث في الإقطاعيات الحزبية والإقطاعيات العشائرية والعائلية، كل وزارة هي إقطاعية للحزب ولجهة معينة ولطائفة هكذا. نعم بالعراق نحن لدينا نعم نحن الفساد الذي نخر الدولة العراقية أسه هو الطائفية السياسية التي تغطي على هذا الحزب لأنه منا وبينا، ولهذا الوزير لأنه منا وبينا، وتفضح ذلك الوزير لأنه من الآخرين، كل واحد ماسك ملفات على الآخر، ضمني وأضم لك. هكذا لدينا نحن في العراق. وما ينقصنا في العراق هو فقرة مهمة هي المعارضة. قبل قليل تحدث الدكتور قال نحن نريد أغلبية سياسية، أنا لا أفكر بمن يكون رئيس وزراء، أنا أفكر بأن هذا رئيس الوزراء عليه رقابة شديدة وقوية وحصينة من قبل معارضة برلمانية، من قبل معارضة برلمانية في الداخل. لا يوجد لدينا معارضة برلمانية ما موجود. هل هاي المعارضة في بكل الأمم موجودة معارضة برلمانية بالداخل إلا في برلمان العراق؟ الكل في الحكومة والكل في البرلمان. بس في تخوف في أستاذ منتظر عندما تلغى المحاصصة أن يعني يتم احتكار السلطة أو تلغى كتل أو تلغى مكونات من الحياة السياسية. يعني عندما نتحدث بالأغلبية السياسية، احنا ناقشنا هذا الموضوع في برنامجنا وجميل أن نأخذ آراءكم في ضيوف الكرام، يعني عندما تعطي أغلبية سياسية في وضع في ظروف مثل العراق سيقول الطرف الآخر أنا همشت، وبالتالي سيلجأ إلى أساليب ربما تكون غير ديمقراطية. طبعا هذه يعني هذه أماني وطموحات مشروعة للآخر حينما يقول لك أريد تكوين الأغلبية السياسية، هذا رأيه وده حلمة ومشروعة. لا هو يقول لك أنا بدي أشارك بالسلطة حتى لو ما حتى لو كان أقلية مثل العهد السابق. لا عفوا، نحن ضد الأغلبية السياسية يعني بالمعنى المعروف الآن، نحن مع أغلبية وطنية عراقية، نحن تحالف، لسنا حزبا واحدا أو جهة واحدة أو طائفة واحدة. يعني هنالك يعني هذه أسرار سائرون مثلا، ولكن هنالك من يتداول يعني من كل حتى من الإسلاميين لدينا، هنالك من يتداول اسم شخصية ماركسية لترأس وزراء لكفاءته ولخبرته ولنزاهته ولعلمه. طب مو غريب اليوم أستاذ منتظر أنه يعني أحزاب إسلامية مثل التيار الصدري تتحالف مع الشيوعيين؟ يعني لا تعتبرها غريبة؟ لا لست غريب. هنالك طبعا بالمناسبة أولا شيء هنالك لدى التيار الصدري وسمحت السيد مقتدى الصدر مكتب إعلامي خاص فيه يدافع عنه ويخرج من البيانات. عن أنا أتحدث يعني كمراقب لهذا التيار المحترم. لا ليس الأول، الأخوة في حزب الدعوة والمجلس الأعلى وغيرهم من الإسلاميين هم من تحالفوا مع الشيوعيين بعد دخولهم الاحتلال إلى العراق وقبل دخول الاحتلال إلى العراق. من جلس في مجلس الحكم جنبا إلى جنب مع الشيوعيين ووقع معهم الدستور؟ من مسك ملف أربيل عفوا كركوك
ملف المادة 140 كركوك. طبعا منتظر نحن لا ندين يعني الشيوعيين أو الإسلاميين، نحن نقول أنه في اتجاهات مختلفة. نعم هذا مطروح بالشارع، لماذا الفكر اليساري فكر محترم أكيد، يعني أي فكر احنا لدينا احترام له، ولكن الفكر اليساري والحزب الشيوعي العراقي كان حليف الإسلاميين الذين الآن ينتقدون التيار الصدري وسمحت السيد مقتدى الصدر كيف يجلس مع الشيوعيين، هذا من جانب آخر. ثانيا الشيوعيون هم ليسوا سكان الفضاء نزلوا إلينا، هم أبناء العراق، هم وطنيون ومنهم من ضحى بدمائهم من أجل العراق، نحن لا ننكر فضل أحد على هذا البلد، تجمعنا الإنسانية في هذا الوطن وتجمعنا العراق وتجمعنا قضية الآن إخراج العراق من المأزق. نعم نختلف فكريا نختلف عقائديا، ولكن لا يمنعنا أن نتفق على مفردة واحدة برنامجنا. طبعا في لبنان أين وقوف الحزب الشيوعي اللبناني مع المقاومة أو ضدها؟ طيب مع الراديكالية. طيب تسمح لي بس دكتور، لأنه الأستاذ منتظر يعني تحدث عن شعار أو مقولة نقلت عن المرجعية هي المجرب لا يجرب، وهذه المقولة حتى هذه اللحظة سمعت أكثر من تفسير لها أو قرأت أكثر من تفسير لها. إحدى هذه التفسيرات تتحدث عن ائتلاف دولة القانون وعن الحكومة التي كان يرأسها الأستاذ نوري المالكي. شوف لاحظ حضرتك، أولا احنا من تقول المرجعية، المرجعية عندها فقه وعندها مرجع يعني من أتباع آل البيت، والفقه الشيعي موجود في هذا الجانب. وعندما أصرح في تصريح معي رغم أنه هي رسميا يعني عن مكتب المرجع الله يحفظه أنه هذا الموضوع التفسير والاستثمار خطأ، احنا ما نخشاه أن المرجعية تستخدم مثل مصافح صفين نرفعها متى شئنا أي مقولة وتفسر بما يسيء للمرجعية. طب تفسيركم لهذه المقولة أحسنتم. نعم. هل من المنطق، لا حسن نقول إحنا الأسوة العليا الإمام علي بن أبي طالب، هل الإمام علي بن أبي طالب يساوي بين السيء والجيد؟ هل يساوي بين الطالح والصالح؟ المجرب لا يجرب قدر، تعلق الأمر بالتقييم باتجاه الصح. يعني السيء سيء لا تجربه، لأنه هذه مقولة مطلقة. أما بالعكس عضد وادعم وبارك للجيد. وأكو المرجعية اضطرت حتى في إحدى خطب الجمعة موجودة طبعا هسه الآن منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، اضطرت أمام الاستخدام أرجع أقول لك مثل مصافح صفين، اضطرت أن توضح مو هذا المقصود، لأنه ما معقولة تكون مرجعية ولا معقولة تكون جزء من فكر إنساني وفكر ديني وفقه شيعي معروف تقول أنه تساوي بين البشر، ما كنش منطق يعني سماوي، ما كنش منطق. فبالتالي يمكن أن استثمار سياسي دكتور، ألا يمكن أن تفسر بمعنى أننا نريد أن نطوي المرحلة الماضية، كل ما جربناه من برامج ومن تجربة حكم خلال المرحلة الماضية نريد شيء جديد، نريد تغيير جذري، ما ممكن عفوا ما ممكن تفسر هيك أستاذ منتظر؟ لا نعم هو أيضا يفسر أنه من يمسك بالملف الكبير في العراق، الملفات الصغيرة يمسكها بعض الأحزاب، والملف الكبير هو ملف العراق عامة، يعني هو بيد رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء يسيطر عليه منذ 2004 وإلى الآن حزب الدعوة الإسلامي في العراق. وطوال هذه السنوات لم يقدم أي مشروع للعراق لإخراجه من هذه الورطة التي هو فيها، كل الورط بدون ما نتذكر، فساد، محاصصة. بس هنا المشكلة بحزب الدعوة، عفوا نحن نقول من يمسك رأس السلطة هو القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية. وإلى يتحمل المسؤولية. لذلك المرجعية الدينية في النجف الأشرف حينما وجدت ورأت أن كل الفرص التي أعطيت لتلك الأحزاب التي تتداور فيما بينها لم تأتي على أي مشروع لإخراج العراق من هذا المأزق الذي تحدثنا عنه، هذا التفسير المجرب لا يجرب. نعم أعتقد هذا ليس تفسير، هو هذا الواقع. هذا الواقع بمعنى حتى بالنسبة للحكومة السابقة. أنا طبعا لا أدعي شرف الانتماء لا لحزب الدعوة ولا غيره، بس منطقي ما يقوله الأستاذ منتظر أنه يتحدث عن هذه المرحلة أنه لم يقدم فيها شيء. أحسنت، هذه لم منجز يعني للعراق. شوف نتعرف لحملة كبرى، أنا ما أقصد عن الأستاذ منتظر، أنا أقصد مرت علينا لحظة بداية التغيير أنه ما يساوي 200 ساعة بث خلال 24 ساعة، تخيل من كل اتجاهات باتجاه تغيير والتأثير على توجه هذا المواطن وحقه بالدفاع عن يعني أو حقه بالحياة الحرة الكريمة كيف يختارها. بالتالي
كل شيء عندنا أصبح يجب أن يكون صفر. شوف لاحظ حضرتك الإعلام الموجه الآخر هاي الطاقة الرهيبة اللي ما عندنا احنا أي إمكانية. احنا فتحنا عيوننا بعد السقوط، عندنا كانت قائمتين قبلها قناتين هي صدام حسين وأولاده، ما نعرف كل شيء. منجز السل الإيجابي ما قدرنا نراكمه، ما قدرنا نبني عليه حتى إعلاميا والتوعية، بالتالي دائما هو صفر. منجز السلبي تراكم لأنه عقليات ماكينات إعلامية كبرى دارته وجهت مخابرات. يعني حتى المصطلحات اللي دخلت العراق هي مو عراقية، يعني أنت بتقول لي التهميش الاقتصادي أصبح يستخدم أي واحد، هذا مشروع طرح في وسائل إعلام نعرفها، وكيف ممكن أنه تم تعبئة سياسية عليه وصار الإساءة للتجربة وكأن التجربة فاشلة، هذا أخطر ما نواجهه. سيدي الكريم، أكو عملية سياسية ودولة وأكو حكومة، الحكومة تخفق والحكومة تغير والحكومة تفسد، العملية السياسية هي اللي تحفظ حقي كمصدر للسلطة، كتداول سلمي للسلطة، كالشعب يقرر، كانتخابات كل 4 سنوات، كل هذه العملية هاي الدولة تحميها، التجربة التجربة العامة هي اللي تحميها. إذا خلطنا، وأكبر ما نواجهه الخلط بين تجربة حكومية فاشلة والإساءة للتجربة مثل ما يحاولون أعدائنا، بحيث وصلونا للدرجة وكأنه يجوز المقارنة ما بين الواقع الحالي وما بين نظام صدام. نظام الاستبداد إذا قال صدام قال العراق، مع نظام حق المواطن كمصدر للسلطة، استثمار الأخطاء اللي حثت ده يخلط. وهذه طبعا أرجع أقول لك ماكينة رهيبة تريد ترتبة في عملية تشويه، يعني لل أنا ما بس الشكوى هنا دكتور، عفوا الشكوى مصدرها المواطن العراقي وليس وسيلة إعلام خارجية أو وزارة خارجية. أنا بس ردت أفرق بهذا الجانب. أما تجي المواطن، والله الإخفاق لا يخفى، وعملية الخيبة اللي يشعر بها المواطن محق جدا أمام واقع سيء كان يعيشه، ويصور أنه انطلق باتجاه آفاق جديدة ومن استحقاقاته ويمتلك المال والقدرة، والله وهب هاي الأرض خيرات. حجم الفساد وحجم تحويل الدولة إلى محاصصات، تحولنا احنا حتى كشعب مجموعة مكونات، مجموعة أحزاب وكتل سياسية، قوميات، مذاهب، حتى وصلنا العشائرية. هذا الخطر يجب أن نوقف ضد كليتنا. طب أستاذ منتظر، التغيير الذي تتحدث عنه وتبشر به القائمة التي تنتمي إليها سائرون، ما هو الضمانة بأن هذا التغيير أو الدعوة للتغيير تكون بالاتجاه الإيجابي وليست باتجاه التراجع؟ ما الذي يضمن بأن لا ينتج هذا التغيير طبقة سياسية قد تكون ربما يترحم بكرة المواطن العراقي على من كانوا سابقا؟ طب شو الضمانة يعني؟ لا، هو ضمانة هي أصواتنا. يعني حينما نقول لك نحن لسنا بحاجة لموارد هذا الشعب، أنا كمنتظر الزيدي من أولى لبنات برنامجي الانتخابي والأخلاقي هو أول شيء تقليص امتيازات السياسيين والنواب والوزراء وإلغاء الرواتب التقاعدية التي تهلك الميزانية العراقية. أول رئيس جمهورية عندنا في مجلس الحكم يتسلم راتب تقاعدي إلى الآن ملايين الدنانير العراقية، بينما آلاف العاطلين عن العمل ممكن تشغيلهم فيها. الآن وصل المواطن العراقي إلى القعر، والآن بعد القعر يجب الخروج. حينما نقول نحن لسنا مع جهة ما أو ضد جهة ما إلا مع المواطن العراقي، البرنامج الانتخابي الذي سنطرحه وطرحناه إن شاء الله هو من يضمن علينا، وأنا أقولها وعلى شاشتكم الموقرة، إذا لم أحقق أو عجزت عن تحقيق هذه الأهداف أنا أمتلك الشجاعة أقدم استقالتي. هي سحب امتيازات المسؤولين. سحب امتيازات المسؤولين وكل ما قلنا، عدم الطائفية السياسية، عدم توزير الأقارب والأصدقاء والمعارف، عدم المحاصصة في داخل السائرون وخارج حتى خارج سائرون، عدم الانحياز لغير الإنسان العراقي بغض النظر عن هويته الدينية والطائفية. إذا لم نستطع تحقيق ذلك فأنا أعتقد، وأنا أتكلم يعني شخصيا ولست باسم السائرون، ولكن أجزم أن كل الزملاء معي يقولون هذا الكلام، أنا مستعد أقدم استقالتي وأطلع. لماذا؟ نحن لسنا جئنا من أجل أن نشتم كما يشتم السياسيون الآن، وعذرا على أستاذ الكبير،
يشتم السياسيون الان في الشوارع لا لا انا اقول السياسيون الان يشتمون، صورهم المعلقه في الشوارع تمزق، يعني وصلت في الى مرحله، انت لا اريد ان احرق عليك المحاور، وصلت الى التسقيط. ولكن نحن نقول ان برنامجنا الانتخابي الوليد الخديج الجديد ان لم يلبي طموحات الشعب العراقي فلا فخر لنا ولا نستحق أن ننتخب من جديد. نحن لم نؤسس إلى انتخابات 4 سنوات والسلام عليكم، لا، هذا الأمر كان في الماضي. الآن نحن نؤسس إلى حالة سياسية عراقية جديدة. السائرون هي ليست مرحلة وخلص انتهت. طيب، لكن بالمقابل لا تستطيع أي كتلة حاليا حسب المؤشرات أن تشكل لوحدها حكومة، يعني أنتم مضطرون كتلتكم مضطرة للتحالف مع آخرين من أجل أن تشكل بالتأكيد حكومة فيما بعد. أكيد، لا شك. وهذا يتطلب أن يكون هناك انسجام انسجام وليس تنازلات. انسجام وليس على مصالح الشعب العراقي أو ثرواته كما حدث سابقا. طيب، نتوقف مع فاصل قصير إذا سمحتوا لي ونعود للقسم الثاني من هذه الحلقة. مشاهدين، نتوقف مع فاصل ونعود إن شاء الله. تحية من جديد مشاهدينا من هنا من بغداد، وفي القسم الثاني من الانتخابية العراق التي نستضيف فيها الأستاذ منتظر الزيدي المرشح عن ائتلاف سائرون، والدكتور خالد السراي المرشح عن ائتلاف دولة القانون. أعود وأرحب بكم ضيفي العزيزي. دكتور خالد، تعليق بس فقط حتى ننهي هذا المحور المتعلق بالتغيير بالتغييرات. واضح من خلال بعض المؤشرات ما قاله ضيفي أيضا بأن هناك نفس جديد اليوم في العراق، هناك رغبة أو حاجة ملحة لإنتاج طبقة سياسية جديدة، لإنتاج نهج جديد في التعاطي مع الملفات الداخلية والخارجية. أنتم مع هذا التوجه في ائتلاف دولة القانون، وهل ستكونون جزء من هذا التغيير، بمعنى أنكم ستكونون فعلا يعني تتحالفون، دعني أقول بعد الانتخابات، مع توجهات مثل قائمة سائرون؟ أنا مع احترامي لما يطرح، شوف نلاحظ الآن بالندوات بالمناظرات الانتخابية قد نندفع كمرشحين في طروحات استجابة لواقع البلد والشارع، وقد تكون إرادات قيادات الكتل باتجاه آخر، وأنت ما تعرف قد تفوز وقد ما تفوز. فالوضع بالعراق أحيانا يعني كما حصل ب 2014 متوقع كل الاحتمالات به في لحظات معينة. الآن ما يدور وراء الكواليس يبدو أنك متشائم من تجربة 2014. لا طبعا يعني. بالتأكيد، وأقدر أحكي عليها ساعات. أنه تتكرر، إحنا ما بنحكي بالماضي. أحسنت. المطلوب كليتنا الآن ببساطة بدولة قانون، أكو امتيازات، أكو فساد، أكو محاصصة، أكو بلد وصل لحافة الهوية، أكو فقدان لهوية للعراق الآن ما يجري بالمنطقة. ما هي هويتنا السياسية بالمنطقة؟ هذا سنتحدث عنه. اقتصاد مثلا، الاقتصاد، هذا الوضع الخدمي كذا، كل ما عندنا يعني لحد الآن نبحث عن هوية، عن ثوابت وطنية نبحث. هسا ما الذي يجمعني كثابت وطني احتكم لاني؟ احنا حتى السيادة ما عادت ثابت وطني، ممكن يتحدى اي واحد ويعبر بما يشاء. وهي طب دكتور، كلامك اللي تقوله ممتاز ممتاز، كلام جميل جدا، لكن انتم كنتوا بالسلطة. اسمح، يعني هذا يقوله شخص خارج السلطة. هو اللي كان اللي اوصل لهذه. العراق على حجم التهديدات، اعطني بلد في العالم اجت فرصة لشعب كأي شعب، كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي وكل هذا حلف فارشو، سمعت لحظة تدخل غير ما حصل نتيجة حرب أهلية من تمزقت يوغوسلافيا. سمعت تدخل بهذا الحجم واستباحة لأرواح الناس ولبنى تحتية لبلد وفتاوي وتكفير وعملية إبادة بمعنى الكلمة. تعرضنا هاي أحكي لك قبل داعش، جيك من 2003، وبشكل إقليمي أنه ما لك حق. وللحظة احنا يجب ان نعود للحضن العربي، ما يسمى بالحضن العربي، والحضن العربي تفهيمه هو النظام الرسمي العربي، بينما احنا كشعب قد يكون الحضن العربي الشعب اليماني، الشعب الليبي، ليش ما يكون الحضن العربي الشعب السوري؟ من يقول الحضن العربي؟ بالنسبه لي انا كمواطن هو حضن الحكام والنظام العربي الرسمي. لاحظوا ياي، كل هذا ده نتعرض له من 2003 للان. انا اريد اخرج البلد من هاي المعضله. من اقول تريد ان تقول شيء يعني اشرح لنا شوي، معلش
أنا أريد أخرج البلد. تريد أن تقول أن الحضن العربي هو حضن لكل البلدان العربية وليس يخص بلد عربي واحد؟ لا لا، الحضن العربي الرسمي شكل، هذه مال الحكام. الحضن العربي اللي يصورون العراق بعيد عنه، والعراق يجب أن يعود له هذا الدخول الناعم للسعودية، الحكام السعودية. إحنا بيناتنا انهار من دماء طاهرة، مو لعبة العملية بهذا الشكل. بس إحنا إن كمصالح بالمنطقة أفهم الحضن العربي هو الشعوب. أنا ما أفهمه إنه قدر اقتراب بلدي من نظام معروف انه ما فعل بالمنطقه هو مقياس للرضا على هذا النظام والقبول به. يعني هل هناك من يختصر الحضن العربي بالعلاقه مع السعوديه؟ لا طبعا. وهل انت هذا الان ديدور وكان ما يفرزون؟ نعم او لا؟ لا لا، نعم نعم نعم، هناك من يختصر بشكل علني. ايه؟ بشكل علني انه انت العراق لاش الان يرهنون الان واحنا قبل الانتخابات، وكان العراق هو اراده اقليميه واراده دوليه ولا ضروره الانتخابات، وهي كلها جزء من حمله 2003 المستمره ان تفقد المجتمع ارادته، تفقد اصرار على حقه. في الوقت اللي فاجئناهم ب 2014 احنا مو منظومه سياسيه حمت العراق بالمناسبه، يعني لا تحالف شيعي ولا تحالف سني ولا تحالف كردي، بكل مسؤوليه اقولها احنا حمى العراق قوه من خارج هاي المنظومه، هي فتوى دينية كريمة. فصائل المقاومة طبعا موجودة، كانت قاومة الأمريكان مثلت بنية أساسية، متطوعين من له الشوارع انتصر. في نقطتين مهمتين أستاذ منتظر الزيدي ذكرهم ضيفي، الأولى تتعلق بالتغيير، يعني بمعنى أنه هذا العراق بعد 2003 لم يرتح لحظة واحدة يوم واحد، شكلت مجلس حكم، انتهى النظام السابق، وإذ بالعراق يبتلى بتنظيم القاعدة، مجلس شورى المجاهدين وإرهاب وداعش وإلى آخره. بمعنى أن هذا يعني الحياة السياسية في العراق والنخبة السياسية وحتى الطبقات الأخرى ما ارتاحت، وبالتالي عملية التغيير اليوم هي عملية طبيعية، لا تقودها نخب، ليست نخب جديدة هي من تصنع التغيير، الظروف التي استقرار العراق هي من سيصنع التغيير. لا أنا أختلف. يمكن هيك فهمت أنا. أنا أختلف بهذا الطرح. إيه؟ أنا الذي جرى بعد 2003 هو توافقات سياسية ضد العراق، كانت النخب السياسية كلها تتفق فيما بينها. يعني نحن سمعنا كثير من الشخصيات السياسية والتي الآن ترأس ملفات ترأس قوائم يقول للشخصية الأخرى الذي يرأس حزب آخر لدي ملفات عليك وما أعرف شنو إرهاب وقتل وكذا، أين كانت هذه الملفات؟ الفساد الذي أحاط بالنخب السياسية هو الذي غذى الإرهاب. بس هذه الملفات كان يحميها الأمريكيون؟ لا، أو بعض الشخصيات كان يحميها؟ كانت ضملي وأضم لك، أقولها بكل صراحة، وأنا أتحمل تبعات ونتائج هذا الكلام أمام رأي العام. هنالك وقائع صحافية وإعلامية يقول السياسي المعين فلان لديه ملفات على فلان من 2007، ولديه اللقاء في 2010 يقول فلان هو شخصية وطنية وجهادية وإلى آخره. إذن نصدق من؟ الذي حدث في العراق بعد 2003 هو إراقة للدماء العراقيين. نعم هنالك جيران السوء ونقولها بكل صراحة ولا نخشى منه ولا نخشى أحد، هنالك تدخلات دولية، هنالك تدخلات من فصائل وفروع في تلك الدولة وفي ذلك البلد في العراق للهيمنة. ليس كل الناس ملائكة وليس كلهم شياطين. نعم كل دولة لها مصالحها، كل مصالحها. نعم. كلها تريد أن تمسك مصالحها على حساب أجل العراق وشعب العراق. نعم. حينما نقول وبالتالي التغيير، حينما نقول الحضن العربي وبالتالي التغيير يتعلق بتغيير البنية السياسية. نعم البنية السياسية التي وصلت بالعراق إلى هذه الدرجة، إلى هذه النهاية، ولو بقيت 4 سنوات القادمة سينتهي شيء اسمه العراق. طب في نقطة ثانية تسمح لي تعلق عليها؟ نعم. هناك بعض الكتل والقوائم السياسية عندما تطرح، هنا نتحدث بصراحة طبعا، عندما يطرح المقارنة في العلاقات السياسية الخارجية التي سوف نأتي عليها بعد قليل في البرنامج، يطرح أن ائتلاف دولة القانون سيكون منغلق العراق، وائتلاف دولة القانون لا يريد علاقات طبيعية مع الجوار وإلى آخره، والائتلافات الأخرى تقول نحن قادرين على أن نفتح العراق على الدول العربية. الدكتور خالد اليوم في هذه الليلة
بيقول لك يا أخي الانفتاح على السعودية يعني انفتاح العالم العربي، في سوريا، لا لا في لا لا مصر، لا لا في الجزائر، في المغرب، في تونس. أنت سألتني سؤال عن دولة القانون صح؟ لا، هو المقارنة بين لا جميل جدا. أنا أقول لك أولا الأحزاب السياسية ذهبت إلى المملكة العربية السعودية وممثلة من الحكومة وممثلة الأحزاب التي تشكل الحكومة والأحزاب الشيعية حصرا، وألبسها الملك عبد الله وسام صح دكتور؟ لا يا مثل من افتح على الانترنت وشوف الصور. لا لا مثل لا نحن مثل نحن لا. لا كل كلمة هنا محسوبة عليك كمرشح. خطيرة بهاي النقطة. اي نعم. انه عبد الله لبس او سماء، احنا نريد نحدد. تفضل. احنا في مرحلة أنا لا الان مو مشكلة من يزور السعودية دولة عربية مهمة ودولة عربية محترمة. جميل جدا. لكن لماذا يختزل الانفتاح على العالم العربي بدولة واحدة؟ لا 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 عفوا انا جايك بالحديث. اولا نقول حضرة الدكتور انه الدماء بيننا وبين السعودية. لا الحكومة السابقة كانت مصرة على لقاء الملك عبد الله في الدوحة، هو لم يقبل. شو المشكلة بعد ان التقاه عبد الله وجابون من عندنا؟ لا لا انه ما قبل يستقبلنا. عفوا دكتور اكمل بمداخلتي حتى لا تقطع. كان هنالك انفتاح بين الحكومة السابقة وبين السعودية، اين كانوا من انهار الدم هذا؟ قلت لك نخب سياسية شيعية كبرى ذهبت إلى السعودية وألبسها الملك عبد الله القلادة، أين كانت هذه الدماء العراقية منهم؟ لماذا لم يقول له كف فتاوى الوهابية التكفيرية عن شعبنا؟ وما زالت إلى الآن هذه الفتاوى لا أنكرها، وأطالب إن شاء الله في المرة القادمة أن تقنن هذا قانون دولي وإنتربول لحبس هؤلاء الفتنويين شيعة أو سنة بالمناسبة. نعم. اثنين، بالنسبة للعلاقات العربية، لسنا نحن الشعب من قلنا أن سوريا هي مصدر الإرهاب وكذا وكذا وأن نفتح عليها وكذا كذا. الحكومة السابقة هي قالت هذا الكلام، ومن ثم بعد ذلك انفتحت عليها أيضا، هنالك البعض أيدها. إذن من نحن مع أن يكون العراق هو المرجعية العربية وليس ليعود الحضن العربي؟ إحنا لم نخرج من الحضن العربي. الحضن العربي ليس كما قال فضيلة الدكتور الحضن الرسمي، لا، العراق حضن عربي، العراق هو حضن العرب، هو جمجمة العرب. نعم. ولذلك نحن إن شاء الله بإذن الله قادرين، فقط اتركوا العراق يرتاح قليلا، نحن نوجه بوصلة العرب أين يكون وأين لا يكونون. وأنا أعتقد أن البوصلة الحقيقية لكل عربي هي فلسطين. صحيح. التي نساها العرب ونستها الأنظمة العربية. ولذلك إن شاء الله إذا عاد العراق بإذن الله تعالى تعود القضية الفلسطينية على أقل تقدير. وهذا لذلك نحن لسنا أتباع حتى نعود لأحضان فلان أو علان. ولم ينسى المواطن العربي الشعب العراقي والجيش العراقي وتضحيات الشعب العراقي. بالمقابل يمكن أن نسأل الدكتور بالسؤال المقابل دكتور، لماذا كل من يقول نريد أن ننفتح على العالم العربي يواجه بتهمة أنك تريد علاقات مع السعودية؟ يعني كل حدا يقول بدنا علاقات طبيعية مع الجوار، هذا يريد أن يقيم علاقات مع السعودية فقط. لا لا، هي السعودية هي القطب اللي تحكمت حتى بما يسمى بجامعة الدول العربية. يعني الآن سوريا تفقد مقعدها وهي تقاتل أبشع موجة إرهاب ومعروف من يرعاها، تجمد عضويتها بالجامعة العربية لأنه الرأي السعودي والرأي المنظومة البقية هاي حواشي للمشروع اللي يزعموه على السعود. طبعا بالمنطقة مو الآن، أنا لون هذا بسبب ضعف مصر، العراق وسوريا. أحسنت. وهذا مستهدف، ثلاث دول مستهدفة من تأسيس إسرائيل، مستهدفة هاي ثلاث دول بمشروع أمن إسرائيل. المقصود يا سيدي الكريم بس نقطة مهمة جدا. فضل. أتمنى التركيز عليها. عملية الرغبة بالتغيير عند الجميع، لكن التخلي عن المرحلة السابقة ما يجوز. الآن من هو زعيم التغيير؟ سيد مقتدى الصدر يطالب التغيير، سيد عمر حكيم يطالب التغيير، سيد النور المالكي يطالب التغيير. اعطني اياهم، مهما كلهم هم مو كلهم جزء من المرحله السابقه. لا نصور دائما المرحله السابقه مرتبطه بجهه. ثانيا، مساله مبادره العراق للانفتاح، هذه ما الان وكانه سبه. انفتاح العراق اول زياره للمالكي في حكومته الاولى كانت على اساس السعوديه، ونعلم حق المعرفه انه الملك اللي قبل هذا رجع العقاب بالعراق بالقاع اذا الملك يرجع. اذا الملك يرجع نعرف دور العراق قبل 2014 في الحفاظ على سوريا، ما ننكره. اوباما والتسجيل موجود، هذه تواريخ. وهذه مو لانه احنا ابطال نريد نتعارك على سوريا، لكن مصالحنا تتطلب. اما سوريا، سوريا بشار الاسد، سوريا بشار الاسد صح دخلون الارهابيين ودمرنا،
لإسقاط المشروع الأمريكي استخدم السلاح العراقية. لكن سوريا بشار الأسد تتحول كحاكم، أنا أقصد مو كهذا، تتحول إلى أوغاد الأرض يحكموا هاي اللي جمعوا من 100 بلد وبقيادة فكر ومخابرات أمريكية وإسرائيلية، وتستباح المنطقة، وأنا تسجل علي أنه أدعم سوريا في هذه المرحلة، طبعا من المنطق جدا لحماية العراق. والإمام علي عليه السلام قيل: ما غزي قوم في عكر دارهم إلا ذلوا. من ذلينا إحنا من وراء الغزو اللي صار على مثل ما ذل الشعب السوري؟ فعملية التصدي لمشروع استباحة سوريا هو حماية العراق كما هو عمل جمهور الإسلامي حماية لبنان حماية المنطقة. موضوع تصوير السعودية وكأنها، أنا سؤال بسيط، إحنا بشهر الثاني بدينا أول زيارة للجبير وكانت زيارة طيارية بالمطار ب2017. السؤال المهم ب2016 لما بدينا عمليات التحرير، ليش احنا بس وصلنا للتحرير النهائي طبعا بالسلاح ما قدروا لنا، جبنا السلاح بالرجال ما قدروا لنا، ما قدروا لنا من 2003 الان. هذا تبديل النهج، ليش صار العراق حباب ويجب مساعدة الشعب العراقي بعد ان انجز؟ لحظة علي، ليش انا بداية قلت لك نقدر ننجز انتخابات استحقاق النصر؟ هنا بس حتى انتقل استاذ، لماذا ينظر الى ائتلاف دولة القانون بانه يعرقل او لن يكون مع مشروع الانفتاح على المحيط العربي خاصة دول الجوار، بينما الكتل الاخرى منها سائرون ومنها ائتلاف النصر هم اقرب لهذا الامر؟ ليش؟ أنا السؤال المهم، انا لا استطيع ان اقول، لانه هسه السيد منتظر وضح انه يعني ما مختلف اتجاه من استباحة الدم العراقي من هذا، لكن ان تصور عند البعض، احنا الصراع السياسي عندنا فقد كل مقاييس وضوابط بحيث نقبل ان نتجاوز حتى ضمن الطائفة الواحد ضمن المكون. يعني التحالف الوطني عداء بين اطرافه اشد من عداء مع كتلة تحمي داعش عندما دخلت، سياسي وداعش اكو تحالفات معهم اقوى مما تحالفات داخل المنظومة الشيعية. فالقصد وين نوصل؟ انه مو معنى هذا الكتل الاخرى تبعد، لكن البعض يصور السعودية لاعب اساسي ومهم جدا اليه إليك كرسي مستقبلي، لأنه تجربة 2014 لو استمرت فتجربة لعينة بالعراق، أن في اللحظات الحرجة يعني ماكو استحقاق انتخابي. أنت تريد أن تقول بأنه لأنه السعودية تعطي رأي في رئيس الوزراء الآن عندنا الآن أحسن هي تعلن بالمناسبة، مو أنا دا أقول ولا كتلة سياسية، السعودية تعلن تدخل جارة نارا بتشكيل قوائم بالعراق. هل إحنا نستطيع أن نختار سفيرنا بالسعودية؟ اكو معادله مختله ما لازم تمرر. استاذ منتظر نسمع رايك. والله انا اقول يعني هذا يعني من المحزن ان يصل العراق الى هذه الدرجه، ولكن احنا لا نقتطع الحقائق. نعم العراق الان في هذه المرحله، ايران تتدخل فيه وتفرض رئيس وزراء او كذا وكذا، والسعوديه كذلك، وامريكا كذلك، ناقصنا بس روسيا. لاننا الان ما زلنا هلاميين، حينما نكون أقوياء لا يستطيع أحد يتدخل فينا حقيقة. هذه لكن هناك من يقول أستاذ منتظر أنه العامل العراقي في هذه الانتخابات رغم التدخلات هو يبدو أقوى جدا، وحظوظ كل الذين يتعكزون على الأجندات الخارجية محدودة جدا. كما قال الأخ الدكتور، كل الذين شاركوا في الحكومة السابقة بما فيهم تعليقا على كلام جنابه، أنه حتى مقتدى الصدر مع حفظ الألقاب سيد مقتدى الصدر شارك في الحكومة السابقة وكان جزءا منها، ولكنه ترك وزراءه، تنازع عن وزراءه في التظاهرات التي كنا خرجنا فيها كعراقيين، أخذ موقف تنازل عن وزراءه، والآن تنازل عن 40 مقعد في البرلمان لن يفعلها. هل تفعلها دولة القانون؟ هل تفعلها بدر؟ هل تفعلها المجلس الأعلى؟ وكل ما احترامي للجميع، هل يفعلها أحد ويتنازل عن حق الاستحقاق في 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 جماهيره التي تنتخب من يريدها ويقول لا هالمره جميع نريد جميع ما عدا واحده السيده الاولى في القائمه لانها تمسك بملفات الفساد بيديها وتعمل عليها فقط، هذه التي بقيت من كتله الاحرار السابقه، بقيه من لدينا في سارون كلهم مستقلون، لم يرشح التيار الصدر. طبعا هنالك غمز ولمز هنا وهناك، ولكن انا اقولها لك، لا يوجد أي شخص مرتبط ارتباط عقائدي، ما لا نستطيع أن نقول ذلك، ربما في دولة القانون واحد ارتباط عقائديا بمحمد الصدر رحمة الله عليه صح؟ وصيادي وغيره، ولكن لا يوجد ارتباط سياسي
في مقتدى الصدر أو تيارة في سائرون. أنا في سائرون. عفوا لست مرتبط. إن صادر زعامة مقتدى الصدر الآن للسائرون بهذه السهولة، الرجل هو اللي شكلها. نعم. أنت انظر، أنا أقول تنازل عن 40 مقعد إلى كل سنة، كل 4 سنوات استحقاق الانتخابي، تنازل عنه لأنه يقول أن الأحرار وقبلهم فشلوا في إدارة العملية السياسية. إذا تفضلوا أنتم بقية الكتل، تنازلوا على يجي مثل الدكتور يعني خالد والمصلحة غيره. لا لا لا، ليش إلا يرشحون نفس الوجوه ونفس الشخصيات؟ ربما يكون الدكتور خالد هو رئيس الوزراء، لماذا نصر على الأغلبية السياسية وإلا فلان هو رئيس وزراء؟ مو أنت رجل مستقل. سؤال منطقي. يعني جيد. يعني أول المقدمة، أنا وصفت حالة أن الكل مشترك بالعملية السياسية، وبالتالي هي مو إساءة، إنما تثبيت حقيقة ما دار بالمرحلة السابقة. بس كل من يتحمل حجم أخطاءه بالتأكيد، يعني المرحلة القادمة الماضية أنتجت طارق الهاشمي إرهابي زعيم، إرهابي قاتل وكان نائب رئيس الجمهورية، فبالتالي كل من يتحمل إثمه على قدر ما ارتكبه. الأغلبية السياسية أخي، أكو إحنا بالعراق مع الأسف مستعد أن ألغي كل أدبيات علم السياسة وتحكز على مصطلح لا للشيء، لأن هذا المصطلح أطلق لأنه أطلق من شخصية خاطر لا تحسب إليه. هي الأغلبية السياسية بمفهومها، هسا أنا ما مختلف وياه بتوصيفها، ليختار المسمى. هي غير أكو أكثرية وأكو معارضة واثنين ويحكمهم دستور، وبالتالي الأغلبية تقرر الحكومة وتحاسب. يعني بالعراق ما عندنا حساب، هو بالحكومة وزراء وباقيين البلد، وهو يحكي على الحكومة بالبرلمان. فالقصد وين؟ أن أنا أرد أخرج من هذا الوضع، بالتالي عندي كتلة أو كتلتين تحاسب، وأكو معارضة إيجابية تشتغل، بالتالي حتى أكسر ظهر هاي التهميش والإقصاء والطائفية. لأنه بالمناسبة واقعيا لا يمكن أن ينتج أي مكون، هاي يسموها إقصاء للآخرين، أي مكون بالعراق أن ينتج أغلبية سياسية. هسه الآن الواقع يحتاج لتحالف أكيد. لا إيه، لأنه الآن الشيعة 183 بالبرلمان، سمعت فد يوم حصلوا 150 بجلسة بكل أهميته، ما كوش منطق. إذن أنت تحتاج من الكرد على الخلافات والتشظي العدوم، وتحتاج من الواجهة السياسية السنية على التشظي. طبعا طلعوا من إرهاصات المرحلة، هم تعرض للمكون مالهم شخصيات وطنية، فهذه راح تجتمع. المعارض بعد ما عنده ورقة أنا مهمش وأنا ممثل مكون. إحنا ما قتلنا تمثيل مكون، ماكو شيء تمثيل مكون، ما من حق أحد يدعي تمثيل مكون. اسمح لي ننتقل للقسم الأخير في الدقائق الأخيرة المتعلقة ببعض الظواهر أستاذ منتظر في الدعاية الانتخابية الحالية، تستحق التوقف عندها لأنها بدأت تشكل خطرا على العملية الانتخابية. منها ظاهرة التسقيط السياسي التي وصلت إلى مراحل في اليومين الماضيين تبدو خطيرة للغاية. هذه الظاهرة أولا، هل فعلا الكل مشترك فيها؟ هل فعلا هناك جهات خارجية لها علاقة بهذا عملية التسقيط السياسي؟ لأنه إحدى المرشحات التي استهدفت فيها قالت بأنه أنا مستهدفة من أجهزة استخبارات خارجية. هل ظاهرة التسقيط السياسي ظاهرة طبيعية في الحياة السياسية؟ يعني كيف يمكن تقييم كل ذلك؟ طبعا كإعلامي قبل أن أكون سياسي، هذه ظاهرة ارتبطت في الصحافة الصفراء أو طابور الخامس، يعني على مدى التاريخ شائعة، هي تروج لتسقيط شخص ما أو حزب ما أو سياسة ما أو تثبيط همة ما. وهنالك أجهزة كانت في كل الدول هي للتوجيه المعنوي لجيوشها ولشعبها ومحاسبة من يحاول تثبيط الهمم والعزائم في لدى شعبه. الآن في زمن السوشيال ميديا والنيو ميديا والتكنولوجيا الرقمية، تحول هذا الصراع والشائعات والتسقيط إلى العالم الافتراضي. نعم، استغلت بعض الكتل السياسية للأسف الشديد أقولها، يعني بدون مسميات، استغلت هذا الموضوع السوشيال ميديا، استغلت المال السياسي الفاسد للترويج عن أجندات. يعني مهما اختلفت مع سين أو صاد من السياسيين، ومهما كانت له عداوة معي أو لي عداوة معه، ولكن على الأقل أن يكون لنا شرف الخصام. إذا ليس أمامه أمام أنفسنا، يعني الحملات تبدو غير أخلاقية، لا أخلاقية في المرة.
في المرة، هو لا يستهدف هذا المرشحة أو تلك القائمة التي تنتمي إليها، هو يستهدف عائلة هذه المرأة، هو يستهدف المرأة العراقية بالأول، ومن ثم عائلة هذه المرأة وعشيرتها وأخوتها. حصل أن تعرض أيضا مرشحين من سائرون لمحاولة اغتيال في بغداد والبصرة، وأنا معرض على تسقيط انتخابي وسياسي يومي يعني، والصفحات الممولة تهاجمني انه منتظر الزيد الداعش. وين الضوابط دكتور خالد؟ ماكو ضوابط يعني، ما في قضاء، ما في مفوضيه، ما في دستور، ما في. شوف استاذ الكريم، نعاني من خلل فظيع جدا وخطير، هو انه ما هي المنظومه القانونيه اللي تمثل ساتر لحمايه حقوقنا. يعني الان احنا ارهابيين كانوا ويا داعش بذاكرتنا، ما ننسى داعش ودخولها لانه هذول اصواته. الان جهارا نهارا جزء العمليه السياسيه ويدخلون انتخابات. اي منظومه سياسيه بالقانونيه بالعالم تسمح بهذا الخرق؟ احنا الامريكان نرجع ونقول، ولليوم اللي سؤالك على هذا الفساد اللي بالتواصل الاجتماعي، فساد بمعنى الكلمه، ان توصل القيم لهذا المستوى. هذه كلها مشاريع، لانه تقدر تقول لي جيوش الكترونيه من مولها، هذا المال السياسي الوسخ الدخل لكل المفاصل، من يقف وراءه؟ الان اكو معلومات عن طائرات تنقل اموال العراق، مو سيارات. طيب معقول الدولة أو السلطة ليس لديها من علم من يقف وراء؟ من هي السلطة؟ الحكومة، وزارة الداخلية، منو؟ إذن عدة كتل. زين إذا يعني وزارة الداخلية لا تستطيع أن تعرف هذا الموقع الذي مثلا شهر بمرشح من المرشحين، وإذا ممكن بوزارة الداخلية، ومن الجهة السياسية التقنية، ممكن جهة بوزارة الداخلية لها مركز لها وضع، هي جزء من الفساد، يوزع سيارات، يوزع مسدسات، يوزع أي شيء. أنا دا أقول كلمة مهمة، بريمر والخبث الامريكي سووا لعبه ويانا، هاي ما يسموه مستنقع الامتيازات. بالعراق العمل السياسي من اصعب، ما مستحيل اعدام، وكانت صدام باثر رجعي يعدم، وما امر العمل السياسي بالعراق مرتزاق، بالعكس تضحيه وضحي بعائلتك وضحي بكل شيء. نجي نتحول اول ما اجى وشكل مجلس حكم، فتح مستنقع الامتيازات، غرقوا بيها البعض اللي عاشوا الغربة. يعني رجعت اتفقت مع الأستاذ منتظر في توصيفه للمرحلة ما بعد 2003؟ لا أنا الآن دا أوصف، قال هذا الكلام، أنا دا أوصف أفراد. أما المرحلة كلها، المرحلة لحد اليوم ضامنت اليوم 12/5 أمضي صوتي كمواطن أساهم بالتغيير. أنا ما عندي الآن مجال ثورة شعبية، أنا ثورتي الحقيقة صندوق الانتخابات. نعم. هذا منجز ما أضحي به، ما أضحي به، هاي العملية السياسية. في إخفاء أستاذ منتظر للفاعلين لهذه الجرائم الإلكترونية والتشهير؟ والله في دعم سياسي مثل ما تفضل الدكتور، ودعم حكومي لها كبير، ما يعني شاء الله، ليس من متفقين على النقطة يعني. نعم هنالك أجهزة، يعني هنالك طوابير، هنالك تيارات في كل وزارة، هذا التيار طبع لفلان، نفوذ يعني، لنفوذ فلان، لنفوذ فلان، ولذلك العراق لن تقوم له قائمة مع وجود هذه الطغمة الفاسدة. إن شاء الله تقوم له قائمة يا رب مع هذه الطغمة الفاسدة. نعم. لذلك نحن جئنا للتغيير، وسائرون نحن الإصلاح إن شاء الله. أستاذ منتظر الزيدي المرشح عن التحالف سائرون، أشكر جزيل الشكر. دكتور خالد السراي المرشح عن ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الانتخابية العراق لهذا اليوم انتهت، لكم تحياتي وتحيات فريق الميادين هنا في بغداد، وإلى اللقاء.